لما تجي جوجل وتجتمع مع هواوي ويبدعوا مع بعض يطلعون لنا حاجة اسمها النكسس 6P. تابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. جوجل كل سنة تعلن عن بعض الأجهزة الذكية. أتكلم السنة هذه على جهازين أساسيين. عندكم جوال النكسس X5 أو 5X. 5X خليفة اللي قبل، هذا من شركة LG. والجوال الثاني اللي فيه كمية إبداعات مو طبيعية هو جوال النكسس 6P. الجوال هذا بالتعاون مع هواوي، فجت جوجل استخدمت نقدر نقول إمكانيات وقدرات هواوي في تصنيع الجوال هذا، وطلعوا شيء جدا جميل ومختلف. على طول ناخذ الاشياء الزينه اشياء الشينه. من ناحيه الشيء الشين الاول على الجهاز، انه الى الان ما في مشغل او ما في احد في المملكه تبناه بشكل كامل، وشفناه في الاسواق وشفنا اسعاره. عشان تطلبه يبغى لك يكون عندك متجر امريكي، ستور حق جوجل امريكي، وتطلبه. تقريبا واصل لهنا كلفني 2600 حاجه زي كذا، شحن وهذا وخربيط وكل شيء زي كذا. من ناحيتي يسوى كجهاز، ولكن في عيوب وفي مميزات جدا كثيره. المميزات الاساسيه البناء حق والتصميم والصناعه جدا جميله. مسكه الجوال حتلاقيها مناسبة لليد بشكل كبير. انت تحب الجوالات شاشات كبيرة جدا مناسب لك، هتلاقي ان عندك الجهة اليمين موجود عندك الباور وتحته على طول الصوت، الجهة اللي فوق عندك فتحة السماعة، برضو الجهة اليسار ما فيها اي شيء غير السيم كارد اللي موجود عندك، والجهة اللي تحت اليو اس بي تايب سي. من خلال يو اس بي تايب سي حيكون عندك الفاست تشارجنج، الشحن السريع نسخة 3. حتى المحول حق الطاقة اللي يجي معه 3 أمبير، مش 1.5 أمبير ولا 2، 3 أمبير. فتوقع انه يشحن لك الجوال بشكل جدا سريع. سويت سكرين كابتشر لشحني للجوال، فشوفوا الجوال، شوفوا الساعة كم، ويعطيكم الوقت كم اخذت شحن عشان اقدر اشحن 50% هذه. شيء اخر رهيب لما نتكلم على كاميرا 12 ميجا بكسل اللي موجودة ورا. الكاميرا عندكم دول فلاش، عندكم امكانيات جيدة فيها، الصورة حقتها مبهرة. يعني لما جيت حتى اخذت في الكاميرا الامامية صورة سيلفي كانت شيء جدا جميل، وجتني اسئلة بأي كاميرا أخذت الصورة هذه. فبالفعل الكاميرا إمكانيتها جدا عالية، ولكن تطبيق جوجل سيء. تطبيق جوجل حق الكاميرا سيء، النكسس سيء جدا حق الكاميرا، ما في أشياء زيادة، ما في تفاصيل كثيرة، فنوعا ما ترتاح مع نفس التطبيق. وقد سوى معي كراش مرة أو مرتين نفس التطبيق من يوم ما شريته، واستخدامي تقريبا شهر إلى الحين مع نفس الجوال. فنوعا ما التطبيق مو ممتاز، ولكن يمكن يكون أفضل بكثير لو حطيت فيه خصائص متقدمة ومزايا كثيرة. صورت في الجيري سفيريكل اللي هي 360 درجة، وصورت في الجيري برضه لقطة كانت جدا جميلة، كان الجو جدا رائع عندنا في الرياض، فشوفوا اللقطة وشوفوا تفاصيلها. هذا الشيء اللي تتوقعه من كاميرا زي كذا من نفس نقدر نقول هواوي. الكاميرا الخلفيه ولها ميزات حلوه، في عندكم الليزر اوتو فوكس واثنين LED، وبرضه ما ننسى انه في مايكروفون، فالصوت انتم قاعدين تسمعونه المايكروفون اللي موجود تحت الكاميرا على طول، شيء جدا جميل. تصور حتى 4K الكاميرا، فكاميرا جدا ممتازه، وتلاحظوا حتى كيف الالوان معاها صايره جدا جميله. هذه عندكم الكاميرا الاماميه اللي هي 8 ميجا بكسل، ما تصور فول اتش دي، تصور اتش دي الصوره حقتها، الالوان حقتها جدا جميله. ولما تاخذ حتى فيها صور فوتوز مع مثلا اخذت مع وزير الصحة الصورة اللي موجودة، فكانت الصورة جدا ممتازة لو تشوفوها على الشاشة الحين. اما هذا مو وزير الصحة، هذا هو وش الجوال فيصل، كاميرته حلوة مرة. خلينا نشوف. اوكي، فالكاميرا الامامية عرفنا انها 720 ما تصور فول اتش دي، ولكن بالفعل الاضاءة والابرتشر حقها جدا جميل. شوفوا الفوكس حق الالوان، كيف الالوان حقتها جميلة جدا، بالفعل الوانها جدا ممتازة. حقت سيلفيات، سلفسني وسلفسك. نتكلم على تفاصيل الشاشة. 5.7 انش الكورنينج غوريلا جلاس 4 هو النسخة الجديدة حقتهم، 518 بيكسل في الانش الواحد. امولد كاباسيتيف نفس الشاشة، فعندكم امكانية جدا جميلة. المعالج الداخلي هو الثماني النوى من كوالكوم اللي هو سناب دراجون 810. الجهاز يجيب 3 مساحات، يا تاخذ 32 او ال 64 او تاخذ مساحة ال 128، وهذا الشيء الذكي. ما في 16 جيجا بايت زي بعض الشركات الاخرى، لانه بالفعل 16 جيجا بايت ما هي بكافية ابدا في الايام هذه. اتبعت اسلوب جديد خلال اخر كم جوال قاعد اجيبهم، بحيث انه اخذ اقل مساحة متاحة، فاخذت هنا 32 جيجا، وبعتمد على رقم على الكروت الخارجية اليو اس بي. فنفس اليو اس بي اللي موجود من طرف يو اس بي 3، من طرف الثاني يو اس بي سي. كينغستون احد الشركات الرائدة اللي نزلتها الحين نفس القطعة هذه، فاحاول اصير استخدم المحتوى المرئي احطه في الكروت ذي اذا احتجت محتوى مرئي هنا، انقل الفيديوهات الكبيرة له متى ما احتجت مساحة، وبرضه الفوتوز استخدم فوتوز حقت نفس جوجل، فلقيت حتى صور لي من سنة ونص موجودة على فوتوز من سينكرونايزيشن، فشيء جدا جميل. ما تشيل هم الصور وتلاقي كل الصور موجودة
بالتاريخ شيء جدا جميل. إمكانيات أخرى نتكلم عليها، الكاميرا الأمامية اللي هي 8 ميجا بيكسل، تصويرها 720 بروجريسيف، ما تصور فول اتش دي، هي تصور اتش دي. طبعا عندكم الواي فاي، موجود عندكم الواي فاي بكل فئات، وحتى الاي سي موجود، وعندكم الدي ان ال اي مدعوم، عندكم إمكانيات كثيرة. ولما نجي للبطارية هي 3450 ملي امب، حتى البطارية ممتازة. وهنا نجي على نوعا ما المعضلة بالنسبة لي، أكثر المراجعات كانت البطارية تكفيك يوم كامل، أمور كويسة البطارية أشياء زي كذا، بالنسبة لي يا دوب تكفيني يوم كامل، وفي أيام ما قدرت لازم أشحن الجوال. طبعا هنا نجي حاجة ثانية مدري غريبة وبهبلة من نفس جوجل. لو تكلم على نفس هذا، عندكم الكرتون حق الـ 6P، شوف تفتح الكرتون هيجي عندك، طبعا موجود أشياء زي كذا، أنا شايل أكثر الأشياء. شوف هيجي عندك هنا الشاحن الجداري اللي موجود، وهنا هيجي عندك سلك USB اللي هو USB-C إلى USB عادي حق كمبيوتر، سلك صغير كذا تحس ان طوله ولا حتى 30 سنتي، والسلك اللي موجود هنا USB-C إلى USB-C، هذا الجداري الشاحن الجداري الطبيعي. أنا شريت النسخة حقت الـ 6P موري زي العسل، جتني الكابلين هذا، شوف لها شريت نسخة حقت الـ 5X، شوف الكيابل اللي بتجيك معه. فتلاقي عندك الجوال أول ما تفكه حتلاقي موجود عندك هالشيء الغريب، وجود عندك هنا، شوف هذا خلنا أفك الشاحن كويس، فتلاقي عندك الشيء الغريب هذا، عندك هنا USB-C، الكيبل اللي موجود USB-C ل USB-C. طيب شلون ننقل الأشياء على الكمبيوتر؟ وين الـ USB العادي؟ ما في كيبل USB عادي يجي مع نفس الـ 5X، بس مع النسخة حقت الـ 6P هي اللي يجي معك USB من منفذ عادي إلى USB-C. مدري ليش أصلا فكروا في الشيء هذا. عندهم خدمة المحتوى المجاني 90 يوم، هذا طلبتهم من عندهم موقعهم. عندك الكفرات، حرصت ما استخدمه هذا ابدا الا لا جاء الكفر، وبالفعل يوم جاء الكفر استخدمته براحتي، اول كنت استخدمه مخبيه في كل مكان. فالمساله الاساسيه تكسير وتهشيم الجهه العليا دي السوداء، كثير من المواقع تكلمت عليه انه في حالات صارت ناس انكسر معهم، فقلت اجيب له كفر واحرص على الموضوع. مساله الديزاين المختلف، مختلف بالنسبه لي اشوفه جدا حلو، انه البناء حلو. البصمه من اساسيات هواوي في الاجيال الجديده، الميت اس بصمه رائعه، وعندنا نفس الشيء موجود في الانر 7، وعندكم هنا موجود بصمه جدا ممتازه على نفس النكسس 6P. البصمه جدا مناسب مكانها، من يوم ما تلمس البصمه على طول بتفتح عندك الشاشه بشكل تلقائي، حتى لو الجوال مطفي، بل انه لو الجوال مطفي وتبغى تشوف التنبيهات، الزاويه هذه كفيله بانه تشتغل الشاشه عندك باستخدام طاقه خفيف جدا. بالابيض والاسود تبين لك نفس الاشياء التنبيهات اللي موجوده، وتقدر حتى تتفاعل معها، تقدر تشغل الجوال من زر الباور نفسه بحيث تشوف تنبيهاتك الاخيره. وفي إمكانيات إضافية أكثر موجودة في نفس الجوال، ولكن تتبع نظام المارشميلو وليس جوال النكسس 6P. فنظام المارشميلو يعطيك اللي هي حقة الناو، يعطيك حقة التاب، السكرين كابتشر يقول لك شو المعلومات اللي فيها، يقول لك أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة زي الدوس. الدوس ناس قاعدة تتكلم عليها، الدوس اللي جرعة، فنتكلم على الدوس. لما انت الجوال تخليه على المكتب فترات طويله، هو يتعلم ويصير ذكي لدرجه انه يعرف انه هذا النمط انا موجود على المكتب وما في احد قاعد يستخدمني، فاخفف من استخدام المعالج بشكل جدا كبير. هالشيء بيزيد لك من مدة استخدام البطارية، مش عمر البطارية ولكن مدة استخدامها، فبدل ما تخلص معك البطارية في نص يوم، يوم تخلص معك يوم، يوم ونص. لقيت انه شحنه مش مشكلة، ولكن تبني الشاحن الجديد USB-C بأنه كل الشواحن لازم تكون USB-C من طرف والطرف ثاني USB-C، هذه اللي لقيتها تعقيد. فأنا خليت شاحن بكل صراحة في البيت اللي هو الأساسي، والسلك الصغير اللي جاي معه USB لـ USB-C حطيته هنا في الدوام عشان أشحن الجوال هنا في الدوام. نختصر الموضوع، أشتري نكسس 6P ولا لا؟ اوكي، تبي تغامر وتشتري الجوال تطلبه من برا ويجي للمملكة، اعرف انه يمكن الضمان ما حتقدر تستفيد بشكل كامل منه. لما تجي تجيب الجوال هنا ويصير عليه اي مخش، كسر، حاجة، شيء مشمولة في الضمان، لازم ترسله للجهة اللي انت اخذت منها الجوال، مثلا امريكا، بحيث انه يقدر يضمنه لك اياه. مسألة انك تشتري عليه النكسس كفر حقهم اللي هو بدون اسئلة، حنبدل لك، حنضبط لك، حنعيد لك اشياء في الجوال، هذه الامور تابعة لهم، فانت تغامر هنا في الموضوع. فاذا سألنا السؤال الطبيعي اللي كل الناس قاعدة تسأله، ثبتوا الجوال؟ لا. اوكي، هذه هي المصيبة، ما ثبتوا الجوال او ما في الكويت. زين الكويت على فكرة، قبل ما نصور الفيديو كان زين الكويت قالت انه اوكي صار انه رسميا متوفر عندهم. نتوقع زين عندنا بعض المشغلين، هم المشغلين اللي يجيبوا، مش شركة هواوي اللي هيجيبوا، مشغلين هم اللي يجيبوا باتفاقية مع جوجل والاشياء دي كلها. اذا جابوه للمملكة ساعتها يكون من افضل الجوالات اللي تقدر تاخذها. السلبيات من الاخير اعطيك اياها، لقيت انه احيانا في المكالمات تقطع المكالمة،
طبعا انا قاعد استخدم حاليا شبكه زين، فلقيت احيانا بالفعل ما اسمع صوت اللي معاي والصوت قاعد تقطيع بشكل كبير، واكون انا اصلا وقتها على شبكه ال LTE، ولكن دعم النت وما النت الاشياء دي كلها زي الفل شغال معي. الشيء الثاني اللي لقيته قلت لكم موضوع الشحن وما الشحن، لازم اتعود على الشواحن الجديده اللي موجوده تايب سي. برضه لما انت تحط شاحن تايب سي او فكره التايب سي الكيبل ما يمديك تنقل معلومات او تسوي الشحن من خلال الكمبيوتر، ما في الا الكيبل الصغير ذا اللي موجود معك، فهذا اللي تقدر تستخدمه، اما غير كذا ما في. ولكن من اروع الميزات اللي موجوده في الجوال نظام نكسس الخام، شيء سهل جميل، ما صرت استخدم الا في الجوال هذا الا سطح مكتب واحد، كل شيء موجود عليه، فولدرات مرتبه، افتح التطبيقات، ابحث على التطبيق اللي احتاجه بدون ما انزل تحت، فالفكر حق المارشميلو جدا جميل. اتمنى ان عجبتكم المراجعه هذه، حنسوي لكم واحده ثانيه على نفس النكسس 5X ونتكلم من ناحيتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. من ناحيتي جوال جميل، بس ما ادري ليش حاسس انه ما حيقعد معي اكثر من شهرين ثلاثه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.